باقل الامكانيات ممكن ان انا فعلا اخلي الحمام بتاعي يفضل في انتاج مستمر. واحنا عارفين ان كلة الانتاج بيتسببها نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه، فعشان كده العنصر ده مهم جدا بالنسبه للحمام بتاعنا في العمليه الانتاجيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتزود عندنا نسبة الخصوبة للحمام بتاعنا وخاصة للذكورة، هتزود كمان الانتاج عندنا والنوتيا مش هتقطع بيض والزغاليل عندنا حجمها هيزيد. اقوى مضاد سموم بقدمه في الفترة دي فترة الصيف او في فترة الشتاء. العشبة بتاعتنا اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي هي البقدونس اللي احنا بنشتريه من السوق او متواجد عند اي حد بتاع خضار، ده اللي هنستخدمه للحمام بتاعنا. وقبل ما اتكلم على استخدامه هنتكلم على المكونات او الفوائد العظيمة بالنسبة للحمام بتاعنا. ومن اهم ما يميز عشبة البقدونس ان هي فيها فيتامين سي، فيتامين سي اللي هو بيعادل الليمون بالظبط او اللي هو اقوى فعلا من الليمون بالنسبة للحمام بتاعنا. حالات البرد اللي هي بتبقى منتشرة او التنفسي هيحد منها تماما وهيمنع حالات البرد اللي هي بتيجي عند الحمام بتاعنا، لانه هيقوي المناعة بتاعته نظرا لتواجد عنصر فيتامين سي اللي هو فيه. وبيحتوي ايضا على فيتامين ايه، وهو مهم جدا جدا بالنسبة للتكاثر والطاقة الجنسية وصحة العين، يعني مش هنلاقي حالات دمعة العين او مش هنلاقي امراض منتشرة بالنسبة للعين. زائد كمان ان هو هيبقى كويس جدا في حالات التكاثر والطاقة الجنسية اللي احنا بنحتاجها في الموسم ده. يحتوي على الكثير من المعادن زي الكالسيوم والحديد والفسفور، ودول اهم حاجة ان انا لازم احافظ بيهم على صحة الحمام بتاعنا. الكالسيوم مهم جدا في البيض اللي هو البريشت او البيضة اللي هي ضعيفة، الكالسيوم برضو مهم جدا بالنسبة للحمام بتاعنا او بالنسبة للإناث خاصة، والحديد والفسفور كذلك برضو بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور. يحتوي ايضا على الاملاح المعدنية، انا مش هحتاج ان انا اشتري املاح معدنية بالنسبة للحمام، انا ممكن الاقيها في عنصر زي عنصر البقدونس اللي انا بدور عليها اللي هي برضو بتبقى مختصة بحالات نقص البيض او حالات قلة الانتاج. واحنا عارفين ان قلة الانتاج بيتسببها نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية، فعشان كده العنصر ده مهم جدا بالنسبة للحمام بتاعنا في العملية الانتاجية. فاتح كوي للشهية، وبنلاقي بعض الحمام عندنا برضو ما بيكلفش كويس، بنرمي الكلفة في بعض الأسوس ركنة على جنب مش مقبلة على الكلفة بدون أي أمراض، ما فيش فيها أي أمراض، فالبقدونس طبعا بيعمل على فتح شهية الحمام. ينظف الجسم من السموم اللي هو طبعا بيجي نتيجة تلوث المياه أو تلوث الكلفة، الكلفة اللي هي بتبقى مخزنة عند بعض التجار اللي هي بيبقى فيها عنصر من عناصر التخزين اللي هي البودرة البيضة اللي احنا بنلاقيها، البكتيريا اللي هي بتبقى منتشرة في الموسم ده. لازم ان انا استخدم مضادات سموم بالنسبة للحمام بتاعنا. مضادات السموم احنا عارفين ان هي غالية وتمنها غالي، فانا بلاقيها طبعا في عنصر البقدونس اللي هو العشبة بتاعتنا اللي احنا هنقدمها النهاردة. يساعد الإناث على وضع البيض بسهولة ويسهل خروج البيضة اللي هو انحشار البيضة. يا جماعة كلنا طبعا بنلاقي الحالات دي عندنا، فدي طبعا بتحد منها اللي هو البقدونس، مطهر عام وقاتل للفيروسات والبكتيريا اللي هي طبعا الروشة والبكتيريا اللي هي اهمها طبعا السلمونيلا، اي امراض بكتيرية او اي امراض فيروسية بيقضي عليها تماما. منشط ومقوي للجهاز التناسلي والجهاز العصبي، احنا عارفين طبعا الجهاز التناسلي عند الانثى لو شغال او ان هو نشيط باستمرار هيبقى فيه انتاج في البيض. مفيد جدا للدم وينشط الدورة الدموية، اهم حاجة طبعا تنشيط الدورة الدموية، بيعمل سيولة دايما في الدم. طبعا احنا عارفين التجلطات دي ممكن ان هي تسبب الروشة لو ما فيش تجلطات في الرقبة، والدورة الدموية دايما شغالة باستمرار مش هيحصل اي امراض اللي هي زي مرض الروشة اللي هو النيوكاسل اللي هو ممكن يجي الحمام بتاعنا نتيجة تجلطات الدم اللي احنا بنتكلم عليها. يعالج لدغات الحشرات وطارد قوي جدا ايضا في نفس الوقت بالنسبة للحشرات، يعني لو احنا في لدغات بالنسبة للحشرات ده ممكن يسبب الجدري، فده طبعا بيعالجها ويقضي عليها تماما. زائد ان هو طارد قوي جدا للحشرات، يعني مش هنلاقي سوس الريش، مش هنلاقي الدبانة اللي هي بتبقى متواجدة داخل ريش الحمام بتاعنا، مش هنلاقي فاش، مش هنلاقي اي حشرة من حشرات الحمام نظرا للريحة اللي هي بيفرزها على الجسم بتاع فرد الحمام بتاعنا. منشط عام ويزيد من حيوية ونشاط الحمام، بنلاقي في حالات تكاسل اذا كان في السلاكة او في الحمام بتاعنا في حالة خمول اللي هي بتتواجد في الحمام بدون اي امراض، يعني بنلاقي الحمام بتاعنا ما فيهوش اي امراض ولكن كلنا بنشتكي من حالات الكشاشان اللي هي بنلاقيها في الحمام، فده بيحد منها وبيعمل على تنشيط وحيوية الحمام بتاعنا باستمرار.
كمان البقدونس مهم جدا بالنسبه للجهاز الهضمي ويمنع حالات عسر الهضم اللي هي بتبقى متواجده عند الزغليل، بنلاقي فيه تحجر حويصله اللي انا دايما اتكلم عليها باستمرار بالنسبه للاعشاب، يعني مش هنلاقي حالات عسر الهضم لانه هو منشط قوي جدا بالنسبه للجهاز الهضمي، يحد من انتشار عمليات عسر الهضم او تحجر الحويصله اللي احنا طبعا بنلاقيها في الزغليل وبنلاقيها في الاسس الكبيره. نتكلم بقى على طريقه تحضيره او طريقه استعماله بالنسبه للحمام بتاعنا. بنحط حزمة البقدونس كاملة كده زي ما احنا شايفين، بنحطها في الماية كده يا جماعة وبنسيبها تغلي على النار، وبعد كده بنبدأ نغطيها لحد ما تغلي يا جماعة بالطريقة دي كده. دي الماية اللي انا همسح بيها، طبعا انا مزود حاجة بسيطة جدا عشان عندي العدد كبير اهو كده. ببدأ احط البقدونس بالطريقة دي كده، مفيش فيه اي مشكلة، هو كده كده هيرقب تحت. اهم حاجة طبعا ان هو يكون بارد عشان ما ينفعش ان احنا نقدمه سخن، واهم حاجة ان احنا نعطش الحمام يا جماعة عشان يستفاد بأي جرعة اذا كانت اعشاب او اذا كانت ادوية. بعطش الحمام بتاعي لا يقل عن 4 ساعات، ده عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكتر جرعة يحتاجها من الاعشاب او الادوية اللي انا بقدمها. اسف جدا على الاطالة في الفيديو، ورب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.